اتصاب بأمراض اللي هي صعبة بالذات زي ماما خالتي بنت خالتي صح كده؟ تفهمي في العائلة مهم جدا لما تعمل حاجات لأنه تزود فرصة تعرضي لمرض السمنة. قلنا السن كل ما بيزيد صح كده؟ الست بقى اللي اتعرضت لهرمونات كتير يعني أخدت هرمونات كتير زي الحبوب بتاع دي برضه من ضمن الغدد دي غدد طويلة يعني كان 10 سنين فما فوق أنا مش بتكلم أخدت شهرين ثلاثة ولا أي حاجة زي كده ده هنتكلم من غدد برضه انت فاهم ايه الرجاله بتصلي ما تلاقيش هتقول لك الرجاله بتصلي بس بنسبه اقل بكتير مننا انا بس هو عندهم مشكله بقى هو دايما اللي بيتكلم اللي بتصلي الستات اللي بتصلي يعني لكن الرجاله عندهم مشكله عندهم عالمهم قليل في الحياه الخليليه عندهم مشكله السيدات كمان بتحصل مشكله وهي عشان تعرفين الحضور اللي هو الطاعة يكون بيوصل لكل السيدات القرى اللي احنا جايين منها عملية هتديه في سبتمبر ودي فرصة لن تكرر إلى بعد سنوات. فضلكم انشروا الفكرة علشان أكبر قدر من السيدات يقدر يكون يستفيد من الفحص المبكر. أهلك كهيئة كلية هنقول عنهم بعض الشكر اللي نسعى عليها الفترة الجاية وهي مستشفى الجامعة ومستشفى العسكري علشان فكرة الحالة وحالات المستشفى الفترة الجاية هنكون بنعمل فيها إيه. أستاذ ميرفت مشي مشكورة هيتم من خلال أفراد الحافظ عمل حملات توعية للسيدات وتعميم الفكرة على مستوى 7 مراكز جوه مصر. في نهاية اللقاء أنا أحب أشكر سيادة المحافظ للقاء تحت رعايته ولولا مشكلات كان المفروض يبقى موجود النهارده كنت بحب نشكره لأنه ساعدنا كتير في تنفيذ اللقاء الإعلامي ده وأشكر المجموعة التعليميين الكبار الموجود معانا من الصحافة والتلفزيون وأشكر المنصة الكريمة شرفتونا ونتمنى اللقاء ده يكون متكرر على